حرب ومرض ومعهما تضيق دائرة الحياة وتتسع دائرة الموت في بلد حلت المواجع والآلام فيه واستقرت. فسنتان من حرب الميليشيا كانت كفيلة بجلب البلاء والأوبئة وعودة الأمراض التي كانت قد أصبحت جزءا من الماضي. الكوليرا آخر الوافدين ممن يحملون الموت، والتي أخذت تنتشر وتحصد أرواح الناس في ظل تجاهل تام من قبل المعنيين لما يحصل في البلاد. منظمة الصحة العالمية رفعت من مستوى الخطر المستشري، مؤكدة عبر مكتبها في صنعاء بأن عدد الحالات المشتبه بإصابتها وصل إلى أكثر من 1400 حالة، منها 57 حالة تم التأكد من إصابتها بالمرض. تم فتح 43 مركز لعلاج الكوليرا والإسهالات في كل المناطق التي أعلن عن وجود حالات فيها، وتم مد هذه المراكز اللي هي في المستشفيات المعينة، مدها بالمحاليل، مدها بمحلول الإرواء، ومدها بالأدوية اللازم لعلاج الحالات. ما يزيد من خطر الوباء أنه وجد البيئة الملائمة لانتشاره في ظل انعدام الخدمات الصحية وافتقار المواطن للخدمات الأساسية، الأمر الذي دفع به للبحث عن حاجياته الأساسية من مصادر غير مؤمنة صحيا، كما هو الحال مع المياه التي تعد المصدر الأساسي في انتشار الوباء. هنالك حوالي 70% من سكان اليمن لا يحصلون على مياه شرب نقية، وبالتالي فاحتمال إصابتهم بأي أمراض وتلوثات واردة بشكل كبير. تتزاحم الأمراض والمواجع بعد أن وجدت طريقها عبر الحرب الدائرة رحاها منذ عامين، وما خلفته هذه الحرب من وضع إنساني كارثي يتفاقم كل يوم في بلد أضحى يعيش كارثة غير معلنة.